السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد. هذه واحد البوست راديو فيها الإكرون، كنت شريتها لراسي البيام ساعة أنا ما غاديش تخدم ليا، حيت ما بغيتش نلعب ليها في الفيشات، المهم حاولت أنني نشعلها ونخدمها وإلى آخره. اللي احتاجها منكم هذا البوست هذه يقدر أنه نبيعها ليه، يطلبها من عندنا اللي هو بواحد الثمن مزيان رمزي. ومن الصباح وانا كندير ليها في العمليه الجراحيه باش يعني نوريكم الطريقه ديال الخدمه ديالها. كتدي اليو اس بي وكتدي الكارت ميموار وكتدي الاوكس، وانا كنت كنسييها. الله يسمح لينا من الموسيقى. هيا سييت فيها غير بواحد الباب صغير. هي البوست راه خدام. دابا غنجبدوا هاد الايكرون ديالو، غنوريكم بعدا من لهنا. هانتوما راه كيدي، نديرو هكا، راه كيدي الكاميرا نتاع الريفرس ديال المشاريير. ها هو فيه الفيديو، فيه الاوكس، وفيه هو وفيه الانتر، وكيفرق الفيديو الا بغيتي دير دوك ليكرون لور والى اخره. وفيها حتى التلفازه، فيها حتى التي في. المهم بوست راه خدام. هادي الفيوز بوكس، فيوز سيكيوريتي باش ما تحرقش البوست، كيكونوا هنا فيها الفيزيبلات. هذا لانتينا ديال الراديو والى اخره. نحاولوا اننا نجبدوها وهكا نطلعوها. هي انا راني دايرها على الاوكس. هي فيها الراديو وفيها التلفازه وفيها الاوكس. نحيدو هذا هكا الميني من لهنا والى اخره. انا هادو ما كنفهمش فيهم بزاف. هذا الاوكس واحد اللي كان خدام دابا عاد، وهذا الاوكس جوج اللي كيكون هنايا اللور، حتى اللور هو فيها الاوكس. ها هو فيها الليفت وفيها الرايت، يعني اليمين واليسر. هيا وهذا الراديو. ها هو وهذه تي في، هذه تي في التلفازه. كدير ليها لانتينا ديالها لانتير، وكتولي تخدم التلفازه، وكتخدم حتى الكاميرا ديال المشاريير. وهنا ها هو فيها الاس دي كارد واليو اس بي، وكتدي الاير فراروج، يعني هذيك الريموت كنترول انا ما راهاش عندي. وفيها هذه ديال السيكوريتي، هي كتحيد، فاش غتحيدها ليها غادي تطفى. هي شتي ها كتولي كطفى باش ما تبقاش شاعله ليك في الطوموبيل. ها هي الكوموند هذه كتحيدها، وفاش تبغي ترجعها كتولي ترجعها هكذا، وهي غادي تولي تشعل اوتوماتيك. المهم الاخوان والاخوات اللي بغى هذا البوست هذا راه كاين عندنا موجود، يحاول انه يتواصل معنا في هذا الرقم هذا اللي كاين في الشاشه. وللذكر هذا البوست هذا راه ماشي جديد، انا شريته غير بالي وحيدته من واحد الطوموبيل، بغيت يعني نركبه في السياره ديالي، ولكن في السياره ديالي ما غاديش يخدم، وما بغيتش انني نلعب ليه في الفيشات، حيت البيان ها كيفاش كتدي، كيكون عندها الاودين، كيكون عندها الاودين عند البيان. ها هو شفتو كيكون عندها الاودين. ها هو واحد البوست ديال البيام دوبل في،
وانا هذا البوست هذا عندي خاسر. هذاك الشيء علاش كنت كنقلب على بوست بحال هكا، جبت هذا ساعه انا ما خدمش ليا. بالنسبه اللي بغى يحاول انه يتواصل معنا على الرقم اللي غيشوفوا على الشاشه في الواتساب، ونحاولوا اننا نديروا معاه شي ثمن زوين، والله يعاونكم.